شو بدنا نعمل؟ علاقتك بجمال سليمان ما كانت هيك وقت تزوجته؟ تندمي على زواجك من جمال؟ لا ابدا ما بدي. زواج وفاء مصلي وجمال سليمان يتصدر هجمته بشدة ما حلوة بحقه وتفضح سبب عدم انجابها منه. انتقدت الممثلة السورية وفاء مصلي تصرف طليقها الممثل السوري جمال سليمان، وتحديدا بعد تهربه من الإجابة على سؤال يتعلق بها في إحدى لقاءاته الإعلامية. لا تكسر بخاطر البنت، الصبايا بعمرها بينطروا هيك مناسبة لحتى يلبسوا ويتزين. وقالت مصلي خلال لقاء لها ضمن برنامج حوار في اي بي عبر إذاعة سوريانا اف ام ما حلو بحقه ما يحكي الصدق، مشيرة إلى وجود وثائق وأوراق بينهما وعلاقة زواج دامت 8 سنوات، لكنها لم تفكر في الإنجاب منه لأنه طلب منها إكمال دراستها. وأكدت مصلي أن لا خلاف بينهما اليوم، خصوصا أنهما كانا اجتمعا في أكثر من عمل بينهم الحرملك ومذكرة عائلة، والذي كان تم تصويره بعد فترة قصيرة على طلاقهما. ما حذرتي لأنه إجا لعنا الشيخ وخبرنا أنه عصام لساته بده إياها. الجدير بالذكر أن وفاء مصلي تزوجت من الممثل السوري جمال سليمان، واستمر زواجهما 8 سنوات قبل انفصالهما. ومن ثم تزوجت وفاء طبيب نسائي يدعى سامر، وهو أب ابنتها الوحيدة نايا. بتعرفي أم زكي، هي والله أعلم طارقت عين ومو مصلي على النبي. أذا وبالعودة إلى مقابلة مصلي ضمن برنامج حوار في اي بي، فقد كانت كشفت أيضا سر خفة حركتها وفقدان الوزن الزائد مؤخرا، مؤكدة أنه بسبب الضغط النفسي من جهة وعملية قطع المعدة من جهة أخرى، مشيرة إلى أنها قبلت نصيحة الفنان الراحل رفيق السبيعي في القيام بهذه العملية وحققت بالفعل نتائج مذهلة في وقت قياسي. ومن ناحية أخرى، كان أعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها ابنة الممثلة السورية وفاء مصلي نايا الأندلس خلال تواجدهما في الإمارات. وتصدرت الصورة حديث المتابعين، إذ بدت وفاء أصغر سنا كما عبر كثيرون عن جمال ابنتها، وكتب آخرون تعليقات أرسلوا فيها تحيات لوفاء وتحدثوا فيها عن تضحية الأم. وكتبت نايا تعليقا على الصورة قالت فيه: الوطن والملجأ، ممكن يكون شخص بحبك ماما.